السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناءنا وبناتنا طلاب الصف الثاني الثانوي. النهاردة بقى بنتكلم مع بناتي وولادي بتوع الصف الثاني الثانوي عن الكالكولس، عن الرول ليميت اللي هي خاصة بالرول. طبعا هنا دخلنا في بعض الأمثلة والتعريفات وقوانين عشان عليها عشان نقدر نجيب نوع من الأمثلة كتير جدا كنا ما كناش نعرف نجيبه قبل كده بالفاكتورايز ولا بالكونجكيت، لكن الرول هتخش فيه بطريقة مباشرة وهنعرف ازاي نفعلها في كل مثال حاجتنا. تعالوا اول نشوف الثيورم نمبر 4 بلي ذا لو اللي هي ليميت اكس باور ان ماينس اي باور ام على اكس ماينس اي واكس تندس تو اي يساوي ان اي باور ان ماينس 1. عندنا مواصفات نتفق عليها الاول. عشان انا اكتب الرول وجبت رول ان في اي باور ان ماينس 1 لازم ابقى مطابق مساله المواصفات. نمبر 1 الاكس شبه الاكس شبه الاكس، الاي شبه الاي شبه الاي، الماينس شبه الماينس، ان والباور ان، يبقى كده خلاص تمام مستر. يبقى هنقول ان في اي كبيره ان ماينس 1 فور افري ان بيلونج ار ديفرنس 0. طب ناخد مثال على صغير نبدا بقى ايه نشوف الموضوع هيمشي معانا ازاي. المساله جايه لي بيقول لي فايند ذا ليميت اوف ذا فايند ذا ايتش اوف ذا فولوينج ليميت اكس باور 4 ماينس اي تي 1 على اكس ماينس 3 واكس تندوس 3. طيب يقول يا مستر انا احلها بالفاكتورايز، محدش هيقول لك حاجه، تعملها فاكتورايز وهتيجي معاك برضه تمام. لكن انت النهارده عندك رول بتظبط لك الكلام في خطوتين اتنين بالكتير قوي. طب تعالى شوف الاول، هل المساله ديت مطابقه لمواصفات الرول؟ اه، ده الاكس شبه الاكس شبه الاكس، والماينس شبه الماينس، و3 و3 بس فوق 81. وبعدين لا احنا عايزين ال 81 دي تتحول تبقى 3 وعليها باور شبه الباور اللي جنب منها. تاني عشان الجماعه بتوع الادب يفهموني، ال 81 دي لازم تتشال خالص وتتحول تبقى 3 وعليها باور، والباور ده شبه اللي جنب منها. طب اجيب ال 81 دي منين؟ انزل البيز اللي تحت اللي هي 3 احط 3 والباور اجيبه منين؟ يا عم من اللي جنب منك، انت عندك اكس باور 4 هتبقى 3 باور 4. يبقى انا عشان اغير ال 81 هدور على ال 3 اللي هي تحت اللي جنب اكس تندس 2 واخد الباور اللي فوق الاكس. يبقى انا كده المساله اتحولت الى ليميت اكس باور 4 ماينس 3 باور 4 على اكس ماينس 3 واكس تند تو 3. اسالك بقى سؤال، هل المساله دي شبه الرول بالظبط؟ هل المواصفات بالظبط زيها؟ تعال نشوف، الاكس شبه الاكس شبه الاكس كويس، الماينس والماينس شبه بعض كويس، 3 و3 و3 شبه بعض كويس، الباور اللي فوق متساوي صح. يبقى خلاص حط الان. مين يا شباب اللي قايم بدور الان عندي؟ اللي هي الفور. مين اللي قايم بدور الايه؟ 3. يبقى حط 4 كبيره وافتح قوس 3 باور ان ماينس 1 4 ماينس 1 هيبقى 3 باور 3. واجيب الاله بتاعتي الجميله وعامل 4 تايم 3 باور 3 الاقي الاجابه طالعه لي 108 وكده الاجابه خلصت. تمام؟ الله ينور. شوف another examples. ليميت x باور 5 بلس 32 على x بلس 2 وx تندس تو نيجاتيف 2. طبعا هتقول لي اول حاجه يا مستر المساله دي ابتعد عن مواصفات الرول. عندك حق. اول حاجه هتسالني ده فيه بلس وبلس، مظبوط، والرول فوق فيها ماينس وماينس. تاني حاجه ال 32 ده لازم تبقى رقم وعليها باور. طب نتفاهم بالراحه، حد عنده اعتراض ان البلس دي عباره عن ماينس وماينس؟ جميل، كلنا خدنا من زمان ان البوس دي ممكن افكها نيجاتيف ونيجاتيف. حاجه تحت الاول بيقول لك اكس بلس 2، لا انا هخليها اكس ماينس وافتح براكت ماينس 2. تمام يا مستر؟ يبقى البوس اللي فكتها نيجاتيف ونيجاتيف. طب اطلع فوق بقى، لما يقول لي بلس 32 انا عايزها نيجاتيف 2 باور 5، مفيش مشاكل. لما اقول نيجاتيف 5 تايمز هيطلع نيجاتيف، احط لك نيجاتيف بره يبقى نيجاتيف ونيجاتيف جوه. 32 هغيرها لك هلاقي لك ايه؟ نيجاتيف 2 باور 5. يبقى البوزيتيف 32 عملتها ماينس وماينس. اللي جوه الخوص ده انا ممكن اخليه نيجاتيف 2 باور 5. حصل. طب ابدا اشوف مسالتي بقى، اكس باور 5 ماينس نيجاتيف 2 باور 5 على اكس ماينس ماينس 2 واكس تندس تو نيجاتيف 2. اصبحت المساله مطابقه للمواصفات تماما حسب الثيرم اللي عندك كويس جدا. مين يا شباب اللي قايم بدور الان؟ الفايف. مين الرقم اللي قايم بدور الايه؟
نيجاتيف 2 احل بقى بقول لك ان يبقى 5 نيجاتيف 2 باور 5 ماينس 1 يعني 4 يعني 5 في 2 باور 4 لو استخدمت الاله حاسبه عليك الاجابه طالعه لي كام؟ 80. اصبح دلوقتي السؤال في المرمى الطالب ازاي؟ هو مطالب ان يحول الرول المساله للرول عشان يبدا ياخد التعويض بتاعها ويجيب اجابته. ودي بقى التكات اللي هتقابلك النهارده كتير واحنا شغالين. كيفيه تحويل المساله اللي جايه لي تبع الرول عشان نطبق قانون الرول. تمام يا شباب؟ تعالوا نشوف بعض الامثله الاكبر. يلا بينا. مستر بيقول لك ليميت اكس باور 7 ماينس 125 روت 5 على اكس ماينس روت 5 واكس تندز تو روت 5. حلو. ايه الكلام ده كويس خالص وهادي ونشوف مع بعض خطوه بخطوه. اول حاجه هل المساله مطابقه للرول؟ فيها حاجات وحاجات يا مستر. انا شايف الاكس شبه الاكس شبه الاكس. شايف روت الماينس والماينس شبه بعض. روت 5 هنا وهنا بس فاضل فوق بس تبقى روت 5. طب وماله؟ يا شباب انا لو مسكت الرقم اللي هو 125 روت 5 هل ينفع نحطه روت 5 باور 7؟ لو انا مسكت الاله بتاعتي وجربت هلاقي ان العدد ده ممكن يعاد كتابته على صوره روت 5 باور 7. باور 7. جميل. روت 5 باور 7 يبقى انا كده استخدمت الرول. اكس باور 7 ماينس روت 5 باور 7 على اكس ماينس روت 5 واكس تندس تو روت 5. كده المساله اتحولت بقت رول. طب ازاي يا مستر؟ تعالى نقارن كده. الاكس شبه الاكس شبه الاكس حصل. الماينس شبه الماينس حصل. روت 5 روت 5 روت 5 والباور شبه الباور. انا بقول لك بالراحه ليه؟ عشان برضو ولادي اللي هم ماشيين معايا خطوه بخطوه فاهميني انا بقول ايه. عشان تبقى المساله رول لازم تبقى شبه القاعده بالظبط. طب يا مستر دلوقتي مين النمبر اللي قايم بدور الام؟ اللي هو 7. مين العدد اللي قايم بدور الاي؟ اللي هو روت 5. طب ما انا من حقي اطبق الرول بقى. يبقى معنى كده هيبقى 7 على 1 روت 5 كبيره 7 ماينس 1 هيبقى بالاله الحاسبه هيساوي 875. كده انا مهمتي انا كطالب ان انا حولت 125 روت 5 على هيئه مين؟ طبعا مش هدور كتير. ده انا هنزل اجيب روت 5 اللي جنب الاكس ديت واعمل لها باور، والباور ده مش بعيد عليه. ده شبه الباور اللي جنب منه. يعني ما تتعبش كتير. جرب بقالك كده معظم المسائل 99% تلاقي ان العدد اللي تحت الباور اللي فوق يديك العدد اللي واخد منك زياده ده. يبقى الطالب مننا هيعمل ايه؟ هيروح ماسك الرقم اللي هو 125 روت 5 هيحوله روت 5 باور 7. هتبقى المساله ساعتها اتحولت الى رول وبقت عندك متظبطه. تمام. نمبر 4. عايزين حد يقرا معايا السؤال كده؟ ليميت 32x باور 5 ماينس 1 على 2x ماينس 1 اكس تندس تو هاف. لا بقى ده كده المساله حصل فيها تغيير كتير. قول لي بقى تغيير حصل ايه؟ اول حاجه يا مستر انت بتقول اكس وهنا 2x وهنا 32x. ما ينفعش الكلام ده معانا. يا اما تخليهم يقول لك 2x يا تخليهم يقول لك x. يبقى عشان تطبق الحاله لازم تخلص من او تحاول تغير اللي هي 2x و32 ديت الى x واكس بس. تمام؟ طيب هنعمل ايه يا شباب؟ واحد يقول لي يا مستر انا لازم احول المساله يعني حاجه باور 5 كمان جنبها. اقول لك ماشي. تعالى كده ناخد 32 كومن فاكتور. واحد يقول لي هو مش مكرر ليه يا مستر الناحيه الثانيه؟ لا انا كاني بعمل ديفايد 32 اسحبها من فوق كومن فاكتور. يبقى 32 وافتح براكت اكس باور 5 ماينس لما اعمل 1 على 32 تفضل زي ما انها 1 على 32. لو انت جيت من ورايا وعملت توزيع 32 على البراكت هتلاقي المساله هي هي 32 اكس باور 5 ماينس 32 تايمز 1 على 32 يبقى هي 1. طب تحت انا شايف ال 2 هاخدها بره من جنب الاكس. طب انا بعمل ده كله ليه؟ عشان افضي لك يا عم الاكس. مش انت كنت عايز اكس فاضيه؟ ادي يا عم فاضي الاكس فاضيه اهوت. سحبت 2 بره كومن فاكتورز بقت اكس ماينس 1 على 2 يعني هاف. طب يا مستر 32 على 2 دي ظروفهم ايه؟ هيفضلوا معانا كتير كده؟ لا ده انا هعمل 32 ديفايد 2 بالاله تطلع لي 16 وهيبقى يتبقى معايا ال 2 براكت اللي قدامنا دولت اب اند داون اكس باور 5 ماينس هاف باور 5. شفت؟ حولت لك 1 على 32 هاف باور 5. ما انت خلاص عرفت القصه بقى. هتاخد الهاف اللي تحت والباور اللي جنب منك يبقى هاف باور 5.
ما انتش مصدق، خد هاب باور 5 بالاله هتلاقي 1 على 32 تحت اكس ماينس هاف. المساله فيها نمبرز هطلعه بره الليمت الا هو 16، هتبقى 16 ليمت اكس باور 5 ماينس هاف باور 5 على اكس ماينس هاف، واكس تندس تو هاف. طيب ال 16 دي هتفضل تكتبها لغايه الاخر، لو نسيتها المساله تطلع رونج. طيب كتبنا ال 16، هل المساله بتطبق المواصفات؟ بص بقى، الاكس شبه الاكس شبه الاكس، الماينس شبه الماينس، الاي شبه الاي شبه الاي، الباور شبه بعضه. انا بقول لك ازاي، بص بدي ليه؟ عشان هتعمل كده برضه انت قاعد بتحل. طب لما احل بقى يبقى 5 اللي هي الان والاي اللي هو الهاف، 5 ماينس 1 تبقى 4، لما اعملهم ملتبلاينج بالاله هتطلع الاجابه 5. يبقى انا كده تمام جبت الرول بتاعتي والانسر وانا مطمن. يبقى انا جبت لك نمبر 3 فيها فكره ونمبر 4 فيها فكره. خلي بالك انا بتعامل مع مين؟ مع ادب وعلم. يعني مطلوب مني ان احط لك مثال كده ومثال كده عشان كله يمشي في ايه؟ اتجاه واحد. يلا بينا. الراجل قال لك الله لو قابلك بعض المسائل على هذه الرول اللي جايبها لك، بعض الكوري المهمين دولت، خد الاجابات دي على طول. يعني ايه يا مستر؟ ان قابلك مساله اكس بلس اي باور ان ماينس اي باور ان على اكس، تبقى اجابتك ان في ايه ان ماينس 1. بقول لك كده يعني لو في مره المرات مستر جايب لك سؤال تشوف في الامتحان ويقول لك انا عايز انت كام؟ بص على المساله، لو لقيت الاكس والاكس بس فوق اكس بلس اي وعلى باور ان ماينس اي باور ان، انت هتعمل حاجه واحده بس، حط الباور، حط الاي وان ماينس 1. نمبر 2 بقى مهمه خالص والمسائل عليها كتير جدا. الله ايه ده؟ ده ظهر في تحت كمان باور. يعني انت لو لاحظت الثيرم اللي فاتت ونمبر 2 تحس انهم قريبين من بعض. المستر حط في الدنوميترز تحت باور اسمه ام، قال لك ليميت اكس باور ام ماينس اي باور ام على اكس باور ام ماينس اي باور ام واكس تندس تو اي. يعني ايه؟ يعني الجماعه اللي هو شايلين باور متساوي واللي تحت باور متساوي. طب الحل يطلع ازاي؟ باخد الباور الاب على الداون، يعني ام على ام كبيره ان ماينس ام. تاني تاني مستر تاني، لو جت الرول المساله على النظام ده ليميت اكس باور ان ماينس اي باور ان على اكس باور ام ماينس اي باور ام واكس تو اي، يبقى حلك على طول باور على باور، باور الاعلى اللي فوق على الباور اللي تحت، باور اللي فوق على اللي تحت، بعدين احط البيز اي وفوق منها ان ماينس ام. ده كلامنا تمام؟ ده كلامنا تمام. تعالى نتناقش مع بعض. بادي الاول بسؤال كل ولادي كده يتفقوا عليه مع بعض بسرعه. Find the limit of x power 5 minus 1 على x power 3 minus 1 و x tends to 1. تقول له يا مستر استنى بقى، انت كده عندك الباور هو 5 بس. طب وبعدين؟ طب ما انا محتاج الواحد ده كمان عليه باور 5. يا عم ال 1 مش هيخسر معاك، هتحط منه 5 مش هقول لك حاجه، ولو 7 مش هقول لك حاجه، بس انت محتاج باور كام عشان تبقى تبع الرول؟ محتاج باور 5. يبقى فوق x باور 5 minus 1 باور 5 تحت اكس باور 3 ماينس 1 باور كام؟ باور 3. اشمعنى؟ عشان يبقى الباور شبه الباور. بص كده في السوليوشن اللي تحت اهو، اكس باور 5 ماينس 1 باور 5 على اكس باور 3 ماينس 1 باور 3. تمام كده؟ المساله بقت رول. حط بقى اجابتك، اجابتك تجاب ازاي بقى؟ باور على باور. اللي فوق كام عندك؟ مين النمبر اللي قايم بدور الان؟ اللي هو ال 5. مين النمبر اللي قايم بدور الام؟ 3. مين النمبر اللي قايم بدور الايه؟ اللي هو ال 1. والماينس متظبطه والاكس متظبطه، يبقى انا هاخد اجابتي على طول. يبقى 5 على 3 1 كبيره فوق منها 5 ماينس 3 اللي هو باور ماينس باور، هلاقي اجابه بالاله حسب طلعت كام؟ 5 على 3. كده انا حققت الرول والنظريه في مساله جميله. تعالى نطلع لقدام كمان خطوه ونشوف. تمام. الجماعه بتوع العلم والادب مشاركين دلوقتي في مسالتين من احلى المسائل عندنا. ليميت اكس باور 5 بلس 230 243 على اكس باور 4 ماينس 81. اولى تاني، ليميت اكس باور 5 بلس 243 على اكس باور 4 ماينس 81 واكس تندس تو نيجاتيف 3. السؤال اللي هسأله دلوقتي، هل المساله اللي قدامك دي خاضعه للرول؟ هتقول لي يا مستر ده فيها تغيرات كتيره. انت حاطط بلس فوق وماينس تحت، ده اول حاجه لازم تتظبط. تاني حاجه مفيش فوق باور 5 ليه؟ وتحت مفيش باور سي باور 4 ليه؟ طب ما ده كله في ايدينا يا شباب. مش انا لسه قايل لك البلس دي فوقها ايه؟ ماينس وماينس حصل.
يبقى انا هبدا اظبط حته بحته، اطلع من موضوع البلس الاول اكس باور 5 ماينس ماينس 143. يبقى بص لو عملنا ايه يا شباب؟ ماينس وماينس. طب تعالى تحت اكس باور 4 ماينس 81 زي ما هي ولا تشغل دماغك. الخطوه اللي بعدها اكس باور 5 هتنزل ماينس، رحت فاتح براكت، الرقم اللي جوه البراكت ده اللي هو 243 بالماينس ممكن اخليه على هيئه نيجاتيف 3 باور 5. ما حدش هيقول لك لا، لان انت لو فكيتها بالاله هتلاقي طلعت 243 بالماينس. طب و 81 هتعمل فيها ايه؟ قال لك طالما الباور ايفن زي ال 2 وال 4 وال 6 ممكن تحط ماينس جوه، ما حدش هيقول لك حاجه، لان الماينس دي ملهاش اي لازمه. يبقى اكس باور 4 ماينس وافتح براكت نيجاتيف 3 باور 4. انا بتكلم في السوليوشن اللي هو السطر الثاني قبل الاجابه اللي بتاعته على طول. نيجاتيف 81 عملتها ماينس وفتحت براكت نيجاتيف 3 باور 4. واحد يقول لي يا مستر هي الماينس دي ماينس وماينس، اقول لك لا، الماينس اللي جوه دي ملهاش لازمه، ده عليها باور ايفن، حطها لك بس عشان اظبط الرول بس. يعني دي وجودها زي عدمها، بس انا عملت لك المساله زي الرول اهو. الاكس شبه الاكس شبه الاكس، الماينس شبه الماينس، نيجاتيف 3 متكرره ثلاث مرات، الباور فوق 5 و5 وتحت 4 و4، كده من حقك اكتب لك بقى الاجابه ولا ايه رايك؟ كده تمام؟ يبقى الباور على الباور، يبقى 5 على 4 افتح براكت نيجاتيف 3 كبيره ومنها 5 ماينس 4 اللي هو الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت. ده كله بالاله يطلع كام يا شباب؟ نيجاتيف 15 على 4. بيتهيألي الجماعه بتوع الادب ماشيين معايا خطوه بخطوه وعارفين انا بقصد ايه. ده كده اول مثال جميل في تكتين حلوين على الليمت بتاعه الرول. تعالى نطلع خطوه لقدام ونصعب الموضوع علينا شويه. رقم 3 ليمت اكس باور 4 ماينس 27 اكس تحت 3 اكس باور 4 ماينس 243 اكس 3. طبعا انت هتبص في السؤال كده تقول الله ايه ده؟ ده المسألة دي مش تبع الرول خالص. ده في حاجة باور 4 وعندي اكس وعندي 3 وارقام كلها كده ايه داخلة في بعضها. طب اخرها ايه السؤال ده؟ اقول لك يا عم خليك بالعقل واحدة واحدة. اضرب عينك الأول في النمريت اللي فوق هتلاقي إن أنت عندك في اكس مكررة، شايفها؟ اكس باور 4 واكس. يعني اكس كده ايه؟ يعني مالية النموذج كله موجودة في الأول وفي الثاني. يعني لو أنا منك طلع اكس دي بره كوم فاكتور، اسحبها بره، خد من كل واحدة اكس. خلاص اهو عملنا ليميت اكس وفتحنا قوس، طبعا اكس باور 4 على اكس يبقى اكس باور 3، 27 اكس على اكس يبقى 27. لو انت جيت من ورايا ودخلت الاكس على البراكت هتلاقي كلام اكس باور 4 ماينس 27 اكس، وانت كده نتيجه الديفايدد هتعملها تايمز دي اجابتك صح. طب تعالى تحت ده في 3 اكس باور 4 ماينس 243. يا مستر انا ممكن اخد كوبي فاكتور بره، مين هو؟ ال 3. الطلبه الشطار قالوا هناخد ال 3 بره كوم فاكتور، ده من الدنوميترز اللي تحت. لما طلعوا ال 3 بره بقى عندهم اكس باور 4 ماينس، لما قلت 243 على 3 يطلع لي 81. كده المساله ايه؟ بص هتنفصل عن بعضيها، هتبقى مسالتين، دول هيبقوا مسالتين قدام منك. ليميت اكس على 3 اكس 3 ده سؤال لوحده، دي ليميت لوحدها، جنبها ليميت اكس باور 3 ماينس 27 على اكس باور 4 ماينس 1 مساله لوحدها. الاولى تتحل بالسبستيوت اول درس في الليميت، والثانيه تتحل بالنيو بتاع النهارده اللي هو الرول. ايوه يا مستر ايه ده؟ ده انت المساله قطعت منها حته اول درس، حته في حته اللي شغال فيها دوت. ايه المشكله؟ اهو ليميت اكس على 3 تايم ليميت اكس باور 3 ماينس، طبعا ال 27 هتغيرها بقى انت بقى، هتخليها كام؟ 3 باور 3 81 هتبقى 3 باور 4. بص الباور ماشي معاك صح ازاي؟ بص الماينس زي الماينس، بص الاكس والاكس والاكس، المساله بتقول لك دي حاجه ايه سهله خالص. طيب لما نعوض على اول واحده بس ب 3 هيبقى 3 على 3 بتاعت اول ليميت. طب والثانيه؟ مين النمبر اللي قايم بدور الان اللي فوق؟ اللي هو 3. مين النمبر اللي قايم بدور الباور تحت؟ اللي هو 4. مين العدد اللي قايم بدور الاي؟ اللي هو 3. يبقى ان على ام يبقى 3 على 4. بعدين افتح براكت 3 كبيره 3 ماينس 4 ده باور. طبعا بالاله حاسبه جميله هلاقي الاجابه طالعه لي 1 اوفر 4. المثل في كل مره هيبعد الكره عن الجول شويه، هيبعد لك المساله عن الرول شويه. انت مهمتك هتعمل ايه؟ تدور في المساله على الخطوات والحاجات المطلوب انت
تعدلها في سؤالك عشان تاخد قوانين الرول وتعوض بوه. تمام كده؟ حلو. يلا يا شباب. ايه ده بقى يا مستر؟ ما اتفقناش على كده. انت جايب لي ليميت اكس بلس 1 باور 6 ماينس 64 على اكس بلس 1 باور 3 ماينس 8. لا طبعا. ده انت غيرت حاجات كتيره جدا من الرول. فهمني انت عملت ايه في الرول عشان اعرف اوصل لك بالحل ده. ماشي يا شباب، واحده واحده. انا بقى ايه اللي عندك متغير؟ دي اكس وجوه اكس بلس 1 وفوق اكس بلس 1. طبعا الماينس والماينس موجودين. 64 ده نمبر، هيبقى 2 باور 6. طب يا مستر انت عندك دي 1 تحت. ال 8 2 باور 3، طب ما انت عندك 1 تحت. كده مش هتبقى تظبط يا مستر. طب والحل يا شباب؟ عايزين نظبط الكلام ده. عايز يبقى الاكس تبقى اكس بلس 1، وال 64 عايزها 2 باور 6، وال 8 2 باور 3. نعمل ايه في الكلام ده؟ قال لك بص، انا عندك اكس رايح لمين؟ لل 1؟ مفيش مشاكل. طب ايه رايك لما ازود لك 1 ليفت والرايت؟ هيبقى اكس بلس 1 والناحيه الثانيه 2. ايه رايك في الكلام ده؟ طب ما كلام كويس. انت حطيت 1 هنا يا مستر في الليفت و1 في الرايت. حصل. تعال شوف المصدر اللي عندك ده. انا قايل لك ليميت اكس بلس 1 باور 6 ماينس 64 على اكس بلس 1 باور 3 ماينس 8 اكس تندس تو 1. لا يا عم، انا هخلي لك اكس بلس 1 تندس تو 2. فتقول لي استنى يا مستر انت عملت ايه؟ يا عم انا جيت على اكس تندس تو 1 زودت لك 1 مع الاكس و1 مع 1. ما غلطتش والله. انا هقول لك حاجه بسيطه خالص عشان ايه؟ انا عايز ابقى زي الرول، عايز ابقى شبهها بالظبط. اهو كده الحاجه الاولى اكس بلس 1 واكس بلس 1 واكس بلس 1 ثلاث مرات. الماينس شبه الماينس. جيت بقى على 64 رحت شايلها وعاملها 2 باور 6. يلا ده بقى شبه 2 اللي تحت. جيت على 8 رحت شايلها وعاملها 2 باور 3. يلا ده بقى شبه اللي تحت. كده المساله خدت شكل جميل جدا. ده بقت زي الرول بس ايه؟ حس ان هي اكبر سن. مفيش مشاكل. طالما انا محافظ على الرول من حقي اعوض بالرول. هيبقى ليميت اكس بلس 1 باور 6 ماينس 2 باور 6 على اكس بلس 1 باور 3 ماينس 2 باور 3 واكس بلس 1 تندس تو 2. طب يا شباب مين اللي قايم بدور الان فوق؟ 6. مين النمبر اللي قايم بدور الام تحت؟ 3. مين العدد اللي قايم بدور الاي؟ 2. انا بقول ان على ام. الباور اللي فوق على الباور اللي تحت. يبقى 6 على 3. 6 على 3. 2 كبيره باور ان ماينس ام. الباور فوق ماينس اللي تحت. يبقى 6 ماينس 3. استخدم التي الاقي الاجابه تعالى كام؟ 16. كده المساله تمام متظبطه. يعني انت تتوقع ان انت توصل للسؤال ده؟ اه طبعا نوصل له. وايه المشكله؟ مش انت طالما الرول قدام منك وانت شغال؟ ايه المشكله لما اقول لك اكس بلس 1 او اكس ماينس 2 او اكس بلس 5؟ ما تعدل يا عم عندك تحت. انت لو عدلت هتلاقي المساله ماشيه معاك تمام متظبطه. تمام يا رجاله. بتوع العلمي صحيين؟ جاهزين؟ بتوع الادبي صحصين؟ جاهزين؟ يلا بينا. ليميت اكس بلس 1 باور 6 ماينس 64 ده ايه ده؟ ده انا هقول لك كمان انت ممكن تحلها كمان باسرع من كده كمان. ممكن تحلها بالفاكتورايز؟ اه بالفاكتورايز. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا ممكن اخد اللي فوق ده افكه قوسين؟ اه طبعا. ده انا جايب لك حل بالرول وحل بالفاكتورايز عشان اقول لك ما تقلقش يا بتاع العلم. انا هجيب لك مسائل ثانيه تتحل باكتر من طريقه، ودي مهمتنا ان انا اخليك تبدع في السؤال. الحاجه اللي فوق دي يا شباب تلاقي ان دي عباره عن ديفرنس بتوين سكوير. تاني يا مستر تاني. ديفرنس بتوين سكوير يعني اكس بلس 1 باور 6 هتخليها اكس بلس 1 باور 3 واكس بلس 1 باور 3. 64 هتخليها ماينس 8 بلس 8. هتلاحظ حاجه قدام منك بقى ان ظهر لك اثنين براكت شبه بعض اب اند داون. هتشيل ده مع ده هتطلع المساله تعويض مباشر بالاكس ب 1 تطلع 60. طبعا بتوع الادب بيقولوا يا مستر الله يبارك لك انت جبتها لنا بطريقه سهله خالص ومش هتوقع ان ده هيتعمل فاكتورايز. لا كده يعني انت عندك هنا باور 6 ده ايفن 64 ده بس بيرفكت. يعني ممكن تعمل الموضوع اكس بلس 1 باور 3 اكس بلس 1 باور 3 الماينس واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف 64 8 في 8 صح طلع اكس بلس 1 باور 3 ماينس 8. فوجئنا يا شباب ان في عندنا تو براكت اب اند داون شبه بعض. رحت مكنسلهم اصبحت المساله جاهزه للتعويض المباشر. دخلت اكس ب 1
طلعت الاجابه عندي 8 بلس 8 يكوال 16، يعني اسرع من لوكا بيل لو عايز يا مستر. تمام يا شباب؟ يلا نشوف اللي جاي. كده انا جبت لك مساله شبه الكور اللي قلت لك عليها من شويه. وواضح ان احنا بدينا ايه؟ نطلع بالدرس لفوق. بقعد اقول لك خلي بالك نطلع لفوق سنه. ليميت اكس بلس 5 باور 4 ماينس 625 على اكس. واحد يقول لك مستر انت دي مش زي الرول خالص. دي شبه الكولر البسيطه اللي انت قلتها. بس لو سمحت يا مستر ممكن نظبطوها مع بعض. قول لي بقى ايه الحاجه اللي فوق ناقصاك؟ ان انت يبقى فوق يبقى معاك نمبر وعليه باور 4. طب وماله؟ ايه المشكله؟ هي 625 مش ممكن لو مسكت الاله بتاعتك وجربت 2 باور 4 مش جايه، 3 باور 4 مش جايه، 5 باور 4 هتيجي معاك. ايه المشكله اهو؟ يبقى انا عملت لك اكس بلس 5 باور 4 ماينس 5 باور 4 على اكس. استناني بقى شويه. دي مش شبه الكره دي من شويه؟ اللي كان بيقول ان في اي ان ماينس 1 اهي قدام منك اهي. المساله جايه مباشره. اوعى تكون صعب. لا ده راجع بالك انت عملت حاجه واحده معايا بس. حولت 625 خليتها لي 5 تو ذا باور 4. يعني الموضوع بالنسبه لك بقى سهل خالص. يعني كده بالنسبه لنا بقت العمليه متيسره يا شباب. طب تمام. انا بقى مسكت 625 حولتها 5 باور 4. بقى السؤال بالنسبه لنا اكس بلس 5 باور 4 ماينس 5 باور 4 على اكس. من حق استخدم الروم. مين الباور اللي قايم بدور الان عندك؟ الفور. تمام؟ مين العدد اللي قايم بدور الايه؟ الفايف. طب نحل ان ايه ان ماينس 1 يبقى 4 5 4 ماينس 1 تطلع 4 في 5 باور 3 تطلع 500 والمساله خلصت. واحد يقول لك يا مستر انا ممكن اعمل حاجه حلوه لولادي اللي هم عايزين يحبوا المساله دي. انا ممكن اخلي لك تحت اكس بلس 5 ماينس 5. ماله؟ ده الطالب ده بيحب الرول ومتمسك فيها جامد. قال لك شايف الاكس بتاعت ديت؟ انا هزود 5 ونقص 5. او الاكس بلس 5 ماينس 5. وهاجي على اكس انت تو زيرو هزود 5 هنا والناحيه الثانيه 5. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ هيبقى عندك ليميت اكس بلس 5 رايح لمين ال 5؟ واكس بلس 5 باور 4 ماينس 5 باور 4 وتحت اكس بلس 5 ماينس 5. بقت رول خلاص. قرعه على 1. طيب كبيره 4 ماينس 1. الطالب ده بيبدع في السؤال متمسك بالرول بيخلي المساله تحول الرول بتاعته وياخدها سهل والاثنين صح طبعا الاجابه بالكوري صح والاجابه لي بالايه؟ بالرول برضه ايه صح. اللي بعديه نمبر 2 يقول لك ليميت اكس ماينس 5 باور 7 ماينس 1 على اكس ماينس 6. شباب بتوع العلم والادب فين؟ جاهزين؟ في تغييرات. في تغييرات يا مستر. انت جاي فوق اكس ماينس 5 على 7 وتحت ماينس 1 واكس ماينس 6. ايه الكلام ده؟ هتوصلني فين في الاخر؟ طيب يا عم ما تستعجلش. انت فوق عندك اكس ماينس 5 على باور وماينس 1 يبقى انت عليه باور 7. يبقى انت ظبطت الحوار اللي فوق. عرفت اكس ماينس 5 باور 7 ماينس 1 باور 7 يبقى اللي فوق ده اتظبط. تمام مفيش مشاكل. تحت بقى هو انت يعني ما تقدرش تخلي ال 6 ديت 5 و 1 صعب عليك يعني؟ ما تقدرش تخلي ال 6 اللي تحت ديت 5 1 تنفع يا مستر؟ ايه المشكله؟ يبقى انا هقطع ال 6 اللي تحت ل 5 1 او الاكس ماينس 5 جنبها ماينس 1. هيبقى الكلام قدامك على المنظر ده. بص الجمال. حتى اكس تنزل 6 قلت لك زودت 5 هنا نقصت 5 من هنا ونقصت 5 من الناحيه الثانيه. يبقى اكس ماينس 5 والناحيه الثانيه 1. ايه الكلام ده يا مستر؟ ده كلام كبير قوي. يا عم خدها ثاني بالراحه. انت عندك اكس ماينس 5 باور 7 ماينس 1 اكس ماينس 6 اللي فوق متظبط حطيت على 1 7 والدنيا انتهت. طب وحكايه ال 6 دي بقى؟ وماله؟ هتبقى اكس ماينس 5 وماينس 1 اهو بقيت شبه الجماعه اللي فوق اهم وشايفوا مني باور 1. ايه المشكله؟ بقيت تبع الرول وتبع الكولر يعني الدنيا ما هدتش مني. باور 7 على 1 1 كبيره باور 7 ماينس 1 ما هي بقت رول اهي وبقت زي الفل اللي قدامك اهي. ايه المشكله في السؤال؟ اصبح ان احنا بقى مطالبين ايه؟ كل ما تكون المساله بعيده عن الرول انا كطالب باخد اجراءات ادق عشان اوصل للرولز نفسها. المساله اللي فوق كانت تبع الكولري عملنا حاجه صغيره. المساله تحت انا لا بقى ده فوق اكس ماينس 5 باور 7 ماينس 1 يبقى لازم تحت اكس ماينس 5 جنبها ماينس 1. طب ما راجع معاك واجب اهو يا عم جايب لك 6 حاجه ماينس حاجه يبقى عندك اكس ماينس 5 ماينس 1 وكده المساله بقت ايه؟
بقى شبه الرول اللي جايه تحت كامله. تمام، يلا شباب احنا بقى داخلين على ثلاث امثله في الجون، عايزين نظبط الكلام مع بعض فيهم. هو الرول ده، الروت اللي بيجينا في المساله ده بيزعجك؟ لا يا مستر مفيش مشاكل، ايه المشكله يعني؟ يا عم تعالى كلامه بالراحه. انا هقول لك قاعده صغيره قبل ما اخش في حته الروت دي. لما اقول لك سكوير روت اكس، اكس باور هاف، كيوب كروك اكس، اكس باور ثيرد، 5 روت اكس، اكس باور 1 اوفر 5. طب لما اقول لك كيوب كروت اكس باور 2، هتبقى اكس من جوه على بره، اكس باور 2 على 3. يبقى الحوار ده عندك لازم تفهمه كويس قوي. تعالى على اول سؤال، ليميت سكوير روت اكس ماينس 3 على اكس ماينس 9 اكستندس 9. المساله دي بتتحل كم خطوه؟ كم طريقه؟ بكذا طريقه. واحد يقول له مستر انا ممكن اعمل لك فاكتورايز، براحتك. اعملها بالرول، براحتك. دي ماس، ده هي اللي بتعلمنا ازاي نبدا في السؤال، نبدا في الاجابه. ناخد اول طريقه، همسك روت اكس اغيرها اخليها اكس باور هاف. تاني انا بقول سكوير روت، يبقى اكس باور هاف ماينس 3. يا مستر ده تحت 9، طب انا هخلي 3 9 ازاي؟ هتاخد البيز اللي تحت 9، هتاخد الباور اللي جنب منك هاف. 9 باور هاف ما هي 3، يبقى انت حولت 3 9 باور هاف، يبقى اكس باور هاف ماينس 9 باور هاف تحت اكس ماينس 9. اسالك سؤال بقى، كده رول ولا لا؟ مش الاكس شبه الاكس شبه الاكس، والماينس شبه الماينس، وال9 شبه ال9 شبه ال9، والباور شبه الباور. من حقي احل اجابتي بقى. مين النمبر اللي قايم بدور الان اللي هو الباور اللي هو الهاف؟ مين النمبر اللي قايم بدور الاي اللي هو ال9؟ هيبقى ان اللي هو الهاف، اي 9 كبيره وهاف ماينس 1. بقلت الجميله الاقي اجابه طالعه 1 اوفر 6 وتخلص السؤال وتمام. قلت لك طب لو طالب متمكن في الماس وممتاز جدا، عندي حل اخر لك يا عم. روت اكس ماينس 3 اكس ماينس 9، ممكن اجي على اكس ماينس 9 اقطعها على تو براكت. اكس دي خلاص روت اكس في روت اكس. هقول لك الله دي غريبه يا مستر، هي اكس دي عامله فاكتورايز؟ اه طبعا. ايه المشكله لما اعمل روت اكس في روت اكس؟ ال 9 3 و3 نيجاتيف ووصل اللي قدامك ده ديفر بتون سكوير لو انت عايز تظبطه. طب هنا يا مستر ده طلع تو براكت شبه بعض، كانسل اب اند داون. روت اكس ماينس 3 مع روت اكس ماينس 3 هتلاقي المساله طلعت ليمت 1 على روت اكس بلس 3، اصبحت المساله تعويض مباشر. حط اكس ب 9 يبقى 1 على روت 9 بلس 3، طبعا روت ال 9 ب 3 و 3 يطلع 6 يبقى 1 على 6. انا بقول لمين؟ للطلبه اللي هم بيحاول يحل المساله بطريقه. نمبر 2 طلعنا خطوه لقدام، طلعنا خطوه لقدام. ليمت 5 روت اكس ماينس 1 على كيوب روت اكس ماينس 1 اكس ماينس 1. ايه اللي قدامك ظاهر ده؟ انا بحل في نمبر 2 رجاله بتوع العلم والادبي ولاد الشطار. انا بقول ليميت 5 روت اكس ماينس 1 على كيوب روت اكس ماينس 1. مثلا المساله دي برول ازاي؟ اه هتبقى رول. تعالى معايا امشي خطوه بخطوه تحت السطر قبل الاخير تحت. اكس 5 روت اكس خلت اكس باور من جوه على بره يبقى 1 اوفر 5. بص الجمال 1 اوفر 5، الباور اللي عليك جوه 1 وبره 5 يبقى 1 على 5 ماينس. طب ال 1 ده حط عليه كمان 1 على 5، مش هقول لك حاجه. طب تعالى تحت كيوب روت اكس، يبقى اكس من جوه ومن بره يبقى 1 على 3. طب وال 1 برضه 1 على 3 باور. كده بقى المساله بقت رول، الاكس شبه الاكس شبه الاكس، الماينس اب اند داون، الباور اللي فوق متشابه تحت متشابه. اصبحت المساله في مرمى الطالب هياخد الرول على طول، هيقول الباور اللي فوق على اللي تحت يبقى 1 اوفر 5 على 1 اوفر 3. ما تقلقش 1 كبيره 1 اوفر 5 ماينس 1 اوفر 3 بالله يطلع كام؟ 3 على 5. يا مستر ده انت كده المساله غيرت ودخلت في حاجات اعلى. اه طبعا، ما انا قلت لك انا ببدا معاك بالراحه لغايه ما نوصل لكل الليمت دي عشان اظبط لك الدرس كويس قوي ويبقى عندك قاعده تمشي بيها في اي امتحان تتعامل معاه. رقم 3، ليميت 4 روت اكس باور 5 ماينس 32 على سكوير روت اكس باور 3 ماينس 64 اكس تندس تو 16. انا شباب دلوقتي بحل رقم كام؟ نمبر 3. حاضر. نمبر 3 عايز حد شاطر يخلصني من الروت ده. اقول له بس انت قلت لي الباور اللي جوه على اللي بره. حصل. هيبقى اكس كبيره ومنها 5 على 4. بص
من جوه على اللي بره اكس باور 5 على 4 ماينس. طب والست بتعمل فيها ايه؟ بص بعينك كده هتلاقي تحت 16. بص على الباور 5 على 4 وامسك قلبك، جرب كده 16 باور 5 على 4 هتلاقي طالع لك 32. يبقى انا هضطر اعدل، امسح 32 خالص واخليها 16 باور 5 على 4 تحت. عندك كيوبيك روت اكس باور سكوير روت اكس باور 3 هتبقى اكس باور 3 على 2. 3 على 2 جت منين 2؟ انا بقول لك سكوير روت، سكوير يعني 2 جنبها روت، يبقى اكس باور 3 على 2 ماينس 64 هتعمل فيها ايه؟ 16 باور 3 على 2. لو جبتها من اله هتطلع لك برضه 64. كده المساله اتظبطت معاك تمام جدا. الاكس شبه الاكس شبه الاكس، الماينس شبه الماينس، 16 مره واثنين وثلاثه، الباور فوق متحد، اللي تحت متحد، كده محدش يلومك. خش بقى يا عم على التعويض، مين الباور اللي فوق؟ 5 على 4. مين الباور اللي تحت؟ 3 على 2. يبقى 5 على 4 اوفر 3 على 2، وبعدين 16 كبيره فوق منها كام؟ 5 على 4 ماينس 3 على 2. كده يا شباب عملنا ايه؟ هنوتك مع بعض، حطينا المساله في صوره الباور ومشينا مع بعض كده ايه للمساله بتاعتنا الجميله. طلعت كام بالاله؟ 5 على 12. حتى انا بقول لك جنب منها نوتس، لاحظ 16 باور 5 على 4 كده تبقى كده تبقى كده. طالب كده بالاله حاسبه بيقول لك على طول امسك 16 باور كذا يطلع بكذا، بس هو خد لك بص 2 باور 4 5 على 4 2 4 مع 4 تبقى 32. تبقى هنا الكلام اللي بيحصل، لو انت عايز تعرف جت منين ورحت منين. تمام يا شباب، يلا يا رجالتي جاهزين؟ ايوه مستر، ده كده وصلنا لحاجه اعلى شويه. انت جايب اكس باور 3 بلس اكس باور 2 ماينس 36 على 84 اكس باور 4 ماينس 1. حصل، مفيش مشاكل. ايه ده بقى المساله دي؟ شكلها كده، شكلها كده من بعيد لبعيد. اللي يقول لك دي فاكتورايز، واللي يقول لك دي لونج ديفيجن، واللي يقول لك تبقى رول. استنى بقى واحده واحده يا عم، انت ممكن تقطع النيوميريتور ده لكميتين. تاني تاني يا مستر تاني، كميتين. انت عندك اكس باور 3 واكس باور 2، تعال على 36. ممكن بشغلتك وجدعنتك تقطع لي 36 رقمين كيوب وباور 2. تاني 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 يا مستر، ممكن تقطع لي 36 تو نمبرز، واحد فيهم كيوبك كيوب، واحد فيه سكوير، يعني واحد فيه اتعمل باور 3 وواحد اتعمل باور 2. تعال نجربه. لو قطعتها لك رقمين 27 و9 ودول مجموعهم 36، 27 جاي من كيلو جروب 3، ال 9 جاي من مين؟ 3 باور 2، يبقى 27 3 باور 3 وال 9 3 باور 2. يبقى انا قطعت لك 36 جزأتها لك 2 نمبرز، واحد فيهم اتعمل حاجه باور 3 واحد عمل فيه باور 2، وتحت زي ما هو. طب وبعدين؟ اه يا مستر ده انا قريت افكارك، ده انت ناوي تقسم المساله دي لتو ليميت. يلا يعني ناخد اكس باور 3 ماينس 27 مع بعض مع اللي تحت، هذه مساله، واخد اكس باور 2 ماينس 2 مع اللي تحت، هذه مساله ثانيه. اقول ثاني؟ اقول ثاني. انا خدت 36 جزأتها لتو نمبرز، واحد فيهم اتعمل باور 2 اللي هو 9، واحد عمل باور 3 اللي هو 27. طب ليه يا مستر؟ عشان اللي باور 3 يروح مع اللي باور 3، واللي باور 2 يروح مع الباور 2. انت واخد لك ليميت اكس باور 3 ماينس 27 على اكس باور 4 ماينس 1، دي مساله بلس، قطعتها لك اهو بلس ليميت اكس باور 2 ماينس 9 على اكس باور 4 ماينس 1 مساله ثانيه. هتقول لي ما 27 راحت فين؟ ما يا عم 3 باور 3 اهي قدام منك اهي، 21 ما 3 باور 4 قدامك اهي، ال 9 راح فين؟ 3 باور 2 وتحت 3 باور 4. بقى الاثنين نفس الرول، تتحل بالرول تتحل تاني بالرول. لو انا خدت اول ليميت ان على ام يبقى 3 على 4، 3 كبيره باور 3 ماينس 4 عادي مباشره، الباور فوق زي بعض وتحت زي بعض والماينس زي بعضها اكس زي بعضها، يعني المساله هناك متظبطه. الليميت اللي بعدها الباور 2 باور 2 شبه بعض، و4 و4 شبه بعضهم، 3 و3 شبه بعضهم، والماينس والماينس. انا بكرر ليه؟ عشان بركز على الدرس. يبقى باور على باور يبقى 2 على 4، 3 كبيره 2 ماينس 4 يبقى المساله تطلع 1 اوفر 4 بلس 1 اوفر 18، يبقى المساله عندك 11 على 36. تمام؟
حكايه بقى مستر نمبر 2 دي بقى، ده انت كده واضح انت كل ما الحصه تقرب تخلص بتدي مسائل اعلى. لا يا عم مش اعلى ولا حاجه، انا برضو بحاول اديك برضو ايه عشان ما تسيبوش حاجه ورايا. ليميت 4 روت 2 اكس بلس 14 ماينس 2 على اكس ماينس 1 زد 1. واحد يقول لي ده دي شبه الكوجيكين، يقول لك لا ده 4 روتس، يعني انت لازم تهدى شويه معايا وتركز. ينفع يا شباب نحول الروت ده لباور؟ اه، يبقى 2 اكس بلس 14 باور 1 على 4 اللي جوه على اللي بره. ينفع ال 2 تعملها لي 1 على 4؟ مين العدد اللي ممكن تعمله 1 وتطلع 2؟ 16 جت منين يا مستر؟ اروح اقلبها 2 باور 4 تاني 2 باور 4 ب 16. لا خلاص 16 باور كوارتر، بقى هنا باور كوارتر وهنا باور كوارتر، هنا 16. طب تعالى تحت ايه اللي هيحصل بقى؟ قول لي هيحصل ايه؟ يا مستر انا معايا تحت اكس ماينس 1 وانت هو بتقول لي 2 اكس، ازاي تيجي مع بعضها؟ قول لي بس فهمني، انا هعمل لك تايم سلو تحت وتايم سلو فوق. طب اشمعنى؟ عشان اخلي 2 اكس ماينس 2 وفوق 2 دي فوق لوحدها، وهزود لك 14 يمين وشمال. لا 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 حاجه بقى تيولي خالص، هاجي عند اكس ماينس 1 هضرب في 2 و2 وبعدين ازود 14 يمين وشمال، هيبقى 2 اكس بلس 14 رايحه لل 16. اما على اكس ماينس 1 هيبقى 2 اكس بلس 14 ماينس 16. ياه ايوه يا مستر، ده انت غيرت السؤال خالص. في طلبه قالوا له فهمني يا مستر احنا ممكن بناخد الحاجه اللي تحت الكوارتر بنحطها تحت زي ما هي. ايه ده؟ ايه الولد اللي بيعمله ده؟ ايه البنوته الشاطره اللي بتعملها دي؟ ده قال لك هو ده كان هيحصل كده من الاخر. في اكس بلس 14 16 هم اللي تحت برضه مش هتغيروا يعني. بس لازم الاول يكون عامل تايمز 2 ها؟ عشان ده الكلام 2 تايمز 2 فوق وتحت. حلو يا شباب. لقينا المساله متظبطه. خلصت يا مستر. حط التو الراجل وكمل مسالته، فبقى السؤال عباره عن 2 فين؟ الباور كوارتر هنا وكوارتر هنا والنمبر عندي 16، قال لك 2 و1 على 4 16 كبيره كوارتر ماينس 1، وتلاقي المساله عندك متظبطه كايه كارول. تمام. فاضل مسالتين صغيرين على قد الوقت بتاعي. كيوبيك روت اكس بلس 2 ماينس 2 على 5 روت اكس ماينس 3 بلس 1. قول لي هتعمل ايه بقى؟ اديني شجعتك اهو. تعالى على اللي فوق. باور ثيرد ماينس، طب و2؟ 8 باور ثيرد. جبت ال 8 منين يا مستر؟ قلت لك خليها 2 باور 3 ب 8، اعدلها تبقى 8 باور ثيرد. بقى ثيرد وثيرد. طب وتعالى تحت. يا مستر انا هعمل حاجه حلوه. انا هنمسك الدينوميتر ده هزقه لقدام شويه واحط من دماغي 3 اكس بلس 2 ماينس 8 وهشيلها فوق. تاني نص تاني الحاجه اللي تحت هزقها قدام شويه هكتب مكانها 3 اكس بلس 2 ماينس 8 وهحطها فوق هي عشان تتكنسل مع بعضها. لو انت خدت اول سارت كنسلت ده مع ده هتلاقي المساله واقفه مكانها ما اتحركتش. بس انا بعمل ده كله ليه برضه؟ عشان المساله تقرب تبقى رول. طب بص اللي حصل بقى كده. اول ليميت 3 اكس بلس 2 باور ثيرد ماينس 8 باور ثيرد على 3 اكس بلس 2 ماينس 8 تايمز ليميت 3 اكس بلس 2 ماينس 6 على اكس ماينس 3 باور 1 فريم ماينس 1. اول واحده رول. طبعا ظبطت الاكس رايحه ل 2 ضربت في 3 يمين وشمال وزدت 2 يمين وشمال طلعت عندي رول قلت ثيرد على 1 ماشي في 8 كبيره ثيرد ماينس 1. الثانيه رحت طبعا عامل لك حاجه احسن قلت طلع ال 3 بره اللي انا خدتكم الفاكتور ديت وبقت اكس ماينس 2 على اكس ماينس 3 باور كذا وعملت السؤال. ايه اللي حصل في الاخر؟ ال 2 الله ده انا نقصت واحد وزودت واحد يلا وبقت اكس ماينس 3 ماينس ماينس 1 وبقى الشباب اللي تحت. ايه ده؟ كل دي اجراءات بعملها؟ اه طبعا عشان من حقي اعمل اجراءات في المساله. كده وصلت لرول ان 1 اوفر 4 1 1 اوفر 5 نيجاتيف 1 باور 1 ماينس 1 اوفر 5 يبقى 5 على 4. يبقى انت وانت بتحل السؤال عندك اكثر من اجراء في هذا السؤال. خلاص طبعا احنا كده ايه وصلنا اللي احنا عايزينه، يعني حاجه اللي احنا ناكد عليها النهارده احنا خدنا بعض الليمت الكبيره عن اللي هي الرول وازاي نتعود احنا اولادنا ازاي نجيبها. هتلاحظ ان كل المسائل قامت على ايه؟ ازاي ولادي يحققوا يخيروا من السؤال عشان يبقى يحسب الرول. انت مطلوب منك في مسائل الرول دي كلها تعرف تتعامل مع اللي هتيجي سواء فيها رول سواء فيها فاكتورايز سواء فيها تغيير بلس او ماينس. يبقى انت مهمتك كطالب الحاجه اللي مستر هيغيرها لك في السؤال انت مطالب ترجعها له تاني تخليها شبه الرول عشان تقدر تاخد مسالتك تماما وتبقى زي ايه؟ زي الرول. طبعا انا بشكركم لحسن استماعكم وان شاء الله المره الجايه هناخد حصه جميله في الالجبرا
ونتكلم على دروس كبيره في المنهج بتاع شهر 11. اشكركم، مع تحياتي دكتور مصري درويش، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.